بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء، مذكرا الإخوة بأننا نستقبل رسائلهم النصية على جوال البرنامج 0501785536. حياكم الله معالي الشيخ، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، السائل يقول: ما هي مكانة التوحيد بين سائر العبادات مع بيان فضل التوحيد على الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد له فضل عظيم، لأنه يكفر الله به الخطايا ويعلي به الدرجات. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد فضله عظيم، وهو رأس الأعمال وأساس الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، مما يدل على أهمية التوحيد وأنه هو الأساس لسائر الأعمال. فلا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله، ليس فيه شرك، ليس فيه رياء ولا سمعة، ليس فيه بدعة، فيقبل حينئذ ويضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما مع الشرك، فلو عمل الإنسان أعمالا كثيرة فإنها تكون هباء منثورا، كما قال سبحانه وتعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مع عدم التوحيد لا يصح عمل ولا تنفع حسنة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول أيضا: كيف يحقق المسلم التوحيد إذا كان في بلد تكثر فيه البدع والخرافات؟ يحققه بتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، يتجنب الشرك الأصغر والأكبر، ويتجنب البدع والمحدثات في الأعمال، ويتجنب سائر المعاصي، وبهذا يحقق التوحيد. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، يقول السائل أبو سعد من مكة المكرمة: وأما بنعمة ربك فحدث، ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية أن يتحدث المسلم بنعمة الله عليه، لأن هذا من شكر النعمة. فشكر النعمة له 3 أركان: تحدث بها ظاهرا،
والاعتراف بها باطنا في القلب وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من الشيخ صالح توضيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وما نوع النفي في الحديث؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي بطبيعتها، وأما العدوى فهي موجودة لكن بإذن الله وبقضاء الله وقدره. أما أهل الجاهلية عندهم أنها تعدي بطبيعتها، أما أهل الإيمان فعندهم أن الأمراض تعدي بتقدير الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينقلها من عضو إلى عضو، من إنسان إلى إنسان، من بلد إلى بلد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر عبر جوال البرنامج يقول: بارك الله فيكم، يسأل عن صحة حديث 19 الرزق في التجارة. والله لا أعرف أنا هذا الحديث، لا أدري عنه. وبارك نعم. وبارك لكن التجارة نعم من كسب، أقول التجارة من كسب حلال طيبة ومفيدة إذا كانت من كسب حلال وتصرف مباح. نعم. نعم، يقول: هل ورد حديث وبارك الله لأمتي في البكور؟ نعم، ورد حديث: بورك لأمتي في بكورها. فيبكر المسلم بأول النهار في طلب الرزق ولا يكسل عن طلب الرزق في أول النهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن الكريم أثناء الأذان؟ لا، يتابع المؤذن، إذا سمع المؤذن يتابعه لما جاء في الحديث أنه إذا تابع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن يكون له بيت في الجنة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: حفظكم الله، أنا متشائم في حياتي، فما هي نصيحتكم؟ لا يجوز التشاؤم، تشاؤم من عمل الجاهلية. الإنسان يتفاءل ولا يتشاؤم، والتشاؤم طيرة، والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا أحس الإنسان بشيء من التشاؤم فإنه يرجع إلى الله عز وجل ويحسن النية ولا يضره ذلك، إذا رفضه وتركه وأحسن الظن بالله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: والدتي توفيت ولها عندي فلوس وهي مسامحتني بهن، هل علي شيء في ذلك؟ إذا لم يطالبك الورثة بشيء من ذلك وهي قد سامحتك فليس عليك في ذلك شيء. نعم. نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، ما الأمور التي تعين على الاستقامة؟ نعم، قل آمنت بالله ثم استقم على هذا القول، وحقق الإيمان بالله عز وجل. وليس المقصود أن يقول آمنت بالله، لابد مع قوله أن يستقيم على الإيمان ويحقق هذا القول بالفعل، فبذلك يصدق مع الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم، أم عبد الله من الكويت تقول: أنا لا أستطيع أن أجعل ظهري مستوي في الركوع لألم في ظهري، ولكن أستطيع الانحناء قليلا في الركوع، فأيهم أفضل، أن أنحني قليلا للركوع وأنا واقفة، أم أجلس على الكرسي وأركع وأنا جالسة؟ إذا كان الجلوس على الكرسي يحصل به الركوع الكامل فتجلس على الكرسي، أما إذا كان كل سواء تجلس على الكرسي أو تقف فإنها تركع بحسب ما تستطيع، لأن تحني رقبتها بقدر ما تستطيع وقت الركوع. نعم. نعم، سؤالها الآخر أيضا تسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. نعم، بارك الله فيكم. ميم صاد يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية والسرية؟ الجهر بالبسملة في الصلاة في الليل لا بأس بالجهر في الليل، بل الجهر في الليل سنة، يجهر بالبسملة لأنها آية من القرآن، وأما في النهار فالقراءة سرية، البسملة وغير البسملة سرية. نعم. أحسن الله إليكم. محمد سعيد يقول: وقع جماع في نهار رمضان وأنا جاهل بالحكم، أعتقد أنه يبطل الصيام فقط، وذلك قبل 5 سنوات تقريبا، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يجب عليك أولا قضاء هذا اليوم الذي أفسدته بالجماع، ثانيا تجب عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فهذه كفارة الجماع في رمضان: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهرين متتابعين. نعم. نعم، هذا السؤال من أبي عطية يقول: إذا قام المسبوق بعد تسليم إمامه هل يرفع يديه بالتكبير، وما هي مواضع رفع اليدين للتكبير؟ التكبير أتى به حينما رفع من السجود للجلوس، فيقوم من غير تكبير، يكتفي بالتكبيرة التي قام بها من السجود إلى الجلوس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم الذهاب إلى أناس لعمل عزائم تحتوي على آيات قرآنية وتعلق على المريض؟ العزائم لا تعلق على المريض، هذا من اتخاذ الحجب، اتخاذ الحجب لا يجوز، ولكن تكتب الآيات ثم تمحى بالماء، تكتب في صحن أو ورقة أو شيء طاهر ثم تمحى بالماء ويشربها المريض، هذا من الرقية بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. أبو صالح يسأل ويقول: بالنسبة لتفسير الأحلام، هل يلزمني عندما أرى أي حلم أن أذهب لتفسيره، وما هي نصيحتكم لكل مفسر قد أفسد أهل البيت؟ تفسير الأحلام، من رأى رؤيا إن كانت سيئة وأزعجته فإنه يتركها ولا يفسرها ولا تضره بإذن الله، أما إذا كانت رؤيا سارة فإنه يسأل عنها من يفسر الأحلام عنده معرفة وخبرة بتفسير الأحلام. نعم.
نعم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله: ما المراد بمعية الله عز وجل في قوله تعالى إن الله معنا؟ وهل للمعية أقسام؟ نعم، المعية قسمان، لها أقسام، لها قسمان: معية عامة مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، ومعناها الإحاطة، أن الله جل وعلا محيط بعباده ويرى ويسمع ما يعملون من خير أو شر، ويحاسبهم على ذلك إن كان سيئا، أو يجازيهم عليه إن كان طيبا. والثانية معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية النصر والتأييد والإعانة. فهذه أنواع المعية، معية الله لخلقه. نعم بارك الله فيكم. آدم محمد يقول: أنا أصلي بدون ما أقرأ دعاء الاستفتاح، وأسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة فقط، وأنا بعض الأحيان أترك الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، هل علي شيء؟ نعم، يقول: أنا أصلي بدون ما أقرأ دعاء الاستفتاح. أعيد السؤال. أنا أصلي بدون ما أقرأ دعاء الاستفتاح. نعم، ليس بواجب. نعم، وأسبح في الركوع. أقول ليس بواجب دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. نعم. دعاء الاستفتاح ليس واجبا، فإذا تركه فصلاته صحيحة. نعم. وأسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة، وأنا بعض الأحيان أترك الركعتين اللي قبل صلاة الفجر. التسبيحة الواحدة هي الواجبة، وما زاد عليها فهو مستحب، وهو أفضل أنك تسبح ثلاث مرات، هذا أدنى الكمال، وأعلاه إلى سبع مرات. فالتسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، بأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها فهو مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أخذت عمرة ونسيت أن أقص من شعري، وتعديت مكة المكرمة، وفي البيت قصيت من شعري، هل علي شيء؟ ليس عليها شيء، الحلقة والتقصير للحج والعمرة يجزئ في كل مكان. نعم. وإن طالت المدة، أحيانا بعض الناس يا شيخ ينسى ويتذكر بعد شهر شهرين ثلاثة، ما حكم عمله ذلك؟ يحلق أو يقصر متى ما تذكر هذا، لأنه لا يكمل نسكه إلا بالحلق أو التقصير. لكن لو حصل جماع قبل أن يحلق أو يقصر فإنه يجب عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. حكم ترك بعض الأعمال خشية الرياء. لا يجوز أن يترك العمل، عمل الطاعات، خوف الرياء، يعمل الأعمال الصالحة ويخلص لله عز وجل، ولا يترك الأعمال خشية الرياء. الأعمال الواجبة لا حتى المستحبة لا يتركها خشية الرياء، بل يعملها ويخلص لله عز وجل. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما هي الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة، والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ كل الأمور يجب تعليقها بالمشيئة إلا الدعاء، فلا يجوز اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال صلى الله عليه وسلم: ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الأخذ بالأسباب، هل هو ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو من المأمور به يتوكل على، لابد من الأمرين، التوكل على الله مع فعل الأسباب النافعة، فلا يقتصر على التوكل ويترك الأسباب النافعة، ولا يأخذ بالأسباب النافعة ويترك التوكل على الله، بل لا بد من الجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا أداوم على صلاة الوتر في الليل، ولكن أحيانا تعترضني بعض الأمور وخاصة في قلة صحتي فلا أصلي الوتر، هل أنا آثم بذلك؟ وهل الله سبحانه وتعالى يكتب لي أجري عن ذلك؟ الوتر إذا نام عنه بالليل أو نسيه فإنه يفعله بالنهار مع شفعه، فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع ركعات بسلامين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ست ركعات بثلاث تسليمات، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل صلاه في النهار شفعا. نعم. أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة الصبح أو السنة قبل صلاة الصبح هل يصليها بعد ذلك؟ نعم، يصليها بعد صلاة الفجر، يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، أو يصليها إذا ارتفعت الشمس، وهذا أفضل. نعم. يسأل بارك الله فيكم عن والدتي، يقول والدتي أحبها وأبر بها ولكنها تتكلم علي كثيرا مما يغضبني، وأحيانا أرد عليها، فهل أنا آثم بذلك؟ وما توجيهكم حفظكم الله؟ نعم، أنت آثم بذلك، لا ترد عليها وادعو لها واصبر عليها، قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا يوصي الله جل وعلا الأولاد بآبائهم وأمهاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: كيف أعرف أن دعائي مجاب؟ ومتى وقت الدعاء المجاب؟ أنت عليك الدعاء، وأما الإجابة فهي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تترك الدعاء وتقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: يا رسول الله، وما يعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. نعم. أحسن الله إليكم. أبو فهد من تبوك يسأل ويقول: حفظكم الله، ما حكم التبرك ببعض القبور؟ لا يجوز التبرك، التبرك طلب البركة، تبرك ببعض القبور فشرك بالله عز وجل، البركة تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن فضل التوبة من الذنوب، وإن ضعفت نفسي ورجعت لبعض الذنوب هل أنا آثم في ذلك؟ لا تترك التوبة والاستغفار ولو كثرت منك الذنوب ولو تكررت، كرر التوبة وكرر الاستغفار كلما أذنبت وكلما أسأت، عمل سيئة، فكرر التوبة ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الاعتداء بالدعاء على من ظلمني هل هو مخرج من الملة؟ إذا دعوت على من ظلمك فهذا ليس من الاعتداء، هذا من القصاص، وهذا حق لك، وكونك لا تدعو عليه أحسن وأفضل،
نعم. يسأل بارك الله فيكم، يقول: في حال هبوب الغبار الشديد هل يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ لا، الصلاة ما تقصر إلا في السفر، ما تقصر إلا في السفر، ولا تقصر من أجل الغبار أو من أجل المطر. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سالم من جدة يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما حكم التحزب لبعض المذاهب؟ لا يجوز التحزب لبعض المذاهب، بل على المسلم أن يأخذ بالدليل، يأخذ بالقول الذي عليه دليل من أي مذهب، وإذا لم يعرف الدليل يسأل أهل العلم عن ذلك، ولا يجوز له تحزب لمذهب معين. نعم بارك الله فيكم. يسأل عن معنى إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس، ما المقصود؟ نعم، فيها عباد لله أعطاهم الله سبحانه وتعالى المقدرة على قضاء الحوائج، وأعطاهم الله صلاح النية، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم ومدح لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل سعيد محمد، يقول: ما هي البدعة وما حكمها، وما الفرق يعني بين الابتداع في الدين وغير الدين؟ البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدع تختلف، منها بدع عظيمة كبدعة الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور والتبرك بها، وبدعة دون ذلك، وكل البدع محرمة، وعلى المسلم أن يلتزم بالسنة ويبتعد عن البدع والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا نواف المالكي يقول: يا فضيلة الشيخ، والدي متوفى وأريد أن أعمل له أعمال صالحة وغير الدعاء فقط، وهل يجوز أن أدعو له في صلاتي؟ نعم، يجوز تدعو له في صلاتك، وأعمال الصالحة الصدقة عنه، والدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه، الحج والعمرة عنه، كل هذه أعمال إذا تقبلها الله تنفع الأموات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم السفر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك دعاء مشروع في ذلك؟ لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الأنبياء أو من الصالحين، لا يجوز السفر لزيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر لزيارة القبور، إنما يزور القبور من كان قريبا منها بدون سفر إليها. نعم. أبو عوض يقول: بارك الله فيكم، الزوجة التي لا تلبي حاجات الزوج حين يطلب منها، هل تعتبر ناشز؟ نعم، النشوز هو الترفع على الزوج بحيث لا تطيعه فيما يطلبه منها من الأمور المباحة التي تقدر عليها. نعم. نعم. سائل آخر يقول: حكم الذبح بنية دفع الحسد أو العين؟
لا يجوز هذا، لا يجوز الذبح بهذه النية لدفع الحسد أو العين، لكن عليه بالدعاء والاستعاذة بالله عز وجل والتصدق وإعطاء المحتاجين ما يحتاج، ما يتصدق عليهم ويساعدهم، وبهذا يدفع الله عنه البلاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم، ما حكم من هم بسيئة ورجع عنها؟ إذا رجع عنها خوفا من الله كتبت له حسنة كما في الحديث، وأما إذا هم بها ولم يعملها لأنه عاجز عنها أو لم يحصل عليها فإنه يعاقب على نيته. نعم. نعم. هذه إحدى الأخوات تقول، أنا أخذت من جدتي مبلغ من المال دون علمها، وأنا الآن محتارة كيف أرد هذا المبلغ لها، فهل أنا آثمة وهل أردها بطريقة مباشرة أم ماذا العمل؟ يجب أن تردي ما أخذتيه من مالها إليها، إما بطريق مباشر منك إليها، وإما بأن ترسليه مع من يوصله إليها ويخبرها بالواقع، تبرأ ذمتك إن شاء الله بذلك. نعم. سؤاله الآخر تقول، ما هي علامات رضا الله عز وجل على عبده، لأني أخاف الله أن لا أكون من المرضي عنهم؟ توفيق الله للعبد للأعمال الصالحة دليل على رضا الله عليه، فإذا أكثر من العبادات والطاعات والخوف من الله هذا دليل على رضا الله عنه وتوفيقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو مساعد من الرياض يقول، كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله عز وجل وكذلك حسن الظن برسوله صلى الله عليه وسلم؟ يحققه بنيته وقصده، فإذا ظن بالله الظن الطيب هذا من الظن الحسن، والله جل وعلا يقول، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. حسن الظن بالله هذا من الطاعة، أما سوء الظن بالله فهو من ظن السوء والعياذ بالله، بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا سائل آخر يقول، ما حكم قراءة سورة البقرة بنية الشفاء؟ لا أعرف أنها تقرأ لأجل الشفاء، ولكن تقرأ في البيت تطرد الشيطان من البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول، يا شيخ صالح، بالنسبة لبعض الصور وفضائل بعض الصور، هل ورد فيها حديث، حيث أننا نسمع أن هناك بعض الصور لا بد من قراءتها يوميا مثل سورة الملك؟ نعم، سورة الملك ورد أنها تقي من عذاب القبر، تسمى بالمنجية، وما يقرأ يوميا في الورد، يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح وفي المساء. نعم. أحسن الله إليكم. محمد داود يقول، من هو أولى بحضانة الأطفال في حالة الانفصال، هل هو الرجل أم المرأة؟ الصغار للمرأة ما لم تتزوج، والكبار الذين بلغوا التمييز عند الأب، عند أبيهم ليربيهم وليشرف عليهم. نعم. أحسن الله إليكم.
سعيد صالح بارك الله فيكم يسأل يقول بالنسبة للجار هل له حق عظيم حيث أن بعض الجيران منهم يصدر بعض المشاكل، فما هي نصيحتكم لكل جار؟ نعم، الجار له حق كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. فالجار له حق على جاره، وبأن يحسن إليه وأن يتحمل ما يأتيه من الأذى منه، فهذا حسن الجوار. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي لإعانته على تزويج ابنه؟ إذا كان لا يقدر على تزويج ابنه إلا بالمساعدة فساعده من الزكاة، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة للصغير الذي بلغ الحلم، هل يجب عليه أن يبادر بالحج، وهل العمرة فريضة أم واجبة فقط؟ قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا بلغ وجب عليه الحج إذا كان يستطيعه. نعم، والعمرة يا شيخ؟ والعمرة مرة واحدة في العمر، يجب عليه الحج مرة واحدة والعمرة مرة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: أنا مصاب بالفتور في العبادات دائما، وخاصة أيضا في قراءة القرآن الكريم، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ لا تستسلم للكسل، بل عليك بالنشاط في قراءة القرآن الكريم بالطاعات، وبعد ذلك تتعود وتتروض نفسك على العبادة وتسهل عليها. نعم، جزاك الله خير يا شيخ صالح، بارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته ومتعه الله بالصحة والعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأيضا أن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي. شكرا لكم إخوة الإيمان، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. وهذه تحية من الزملاء عبد الرحمن مدرع ويزيد الماضي، ومن المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.